دايما بنقول ان احنا يعني ما بنحسش بالعيد قوي غير في المناطق والاحياء الشعبيه المصريه اللي بيكون ليها استعدادات خاصه في المناسبات والاعياد، والاستعدادات الحقيقه بتبدا قبل العيد كمان بفتره. بنشوف تجهيز لصلاه او ساحات صلاه العيد، بنشوف كل التجهيزات الخاصه بالاماكن اللي الناس بتنزل تخرج فيها. هنروح دلوقتي لواحد من هذه المناطق، وبالتحديد في منطقة عبد الحكيم عابر في محافظة الإسماعيلية. شريهان حسن موجودة هناك علشان نشوف الأجواء. شريهان مساء الخير وكل سنة وانتي طيبة. يا شريهان طيب روحوا بس أكدوا مع شريهان، احنا على الهوا. دي طبعا صور شريهان بتبعتها لنا من الصبح، للناس بدأت العيد بدأ بالفعل من النهاردة. الخروجات، الأجازات، الناس موجودة في الحدائق العامة، وجو الاحتفالات الخاصة بالعيد هي البيكنيك الخاصة بالمصريين في الحدائق. الناس موجودة قاعدة بأكلها، بدأت تنزل، وخاصة يعني الجو الصبح صباحا كان في عدد من المحافظات الجو كان حر، فالناس يعني ما صدقت بالليل تبتدي تنزل وتخرج. يا شريهان كل سنة وانتي طيبة. كل سنة وانت طيبة يا إيمان، وكل مشاهدي مساء دي أمسي طيبين وبخير. طبعا بكرة الوقفة، وقفة عرفات العيد الأضحى المبارك. احنا هنا موجودين في محافظة الإسماعيلية اللي بتحتفل بشكل خاص جدا بيختلف عن كل المحافظات. احنا هنا بنقضي يوم كامل أنا وفريق العمل في محافظة الإسماعيلية، أجواء حلوة جدا، سامعين أغاني أهلا بالعيد للفنانة صفاء أبو السعود، كل العربيات تقريبا بتجوب شوارع الإسماعيلية والميادين مشغلة الأغنية، وفي أجواء حلوة جدا استعداد لعيد الأضحى المبارك. احنا هنا موجودين في إحدى الحدائق بمحافظة الإسماعيلية، زي ما انت شايفة هنا كل الأغاني شغالة، العيد فرحة وأجمل فرحة. في كمان مجموعة من شباب محافظة الإسماعيلية بقالهم يومين أول ما أخدوا أجازة بدأوا إن هم يجمعوا البلالين ويوزعوها على كل المرة، وكمان بدأوا يدوا عاديات وبيوزعوا كمان الحلوى. زي ما انت شايفه ايمان في اسر كتيره بيستمتعوا هنا في جو حلو قوي قوي، كل الناس بتستغل الجو الحلو ده وبدات ان هي تنزل في الجناين والحدائق اللي كلها مفتوحه بالمجان لكل اهالي الاسماعيليه وكمان كل الزائرين. اجواء حلوه جدا جدا واغاني حلوه قوي بترجعنا لسنين كتير فاتت وترجعنا لذكريات حلوه جدا عشناها واحنا صغيرين. لسه هنا كل اهالينا في محافظه الاسماعيليه بنشوفهم، وزي ما انت شايفه اسر كتير جدا هنا جايبه الاكل بتاعها وقاعده، وفي ناس بتلعب بالبلالين ومعاهم الالعاب الخاصه بعيد الاضحى المبارك، وكمان في ناس بدات ان هي تجهز الاضاحي بتاعتها استعداد لاستقبال عيد الاضحى المبارك. حلوه صوره يا شريهان ومبهجه، ويا رب تكونوا بتقضوا يوم حلو جدا. وكل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد. بشكرك شكرا جزيلا شريهان حسن من الاسماعيليه.